كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا عن موافقة الجانب الأسترالي على فتح أسواقه أمام صادرات مصر من الموالح وإلغاء الحظر المفروض عليها. وأوضح البنا أن الحجر الزراعي المصري تواصل مع نظيره في أستراليا لتوضيح الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية خاصة الموالح ورفع قابليتها للتصدير إلى الخارج، وهو ما تفهمه الجانب الأسترالي وأصدر قرارا برفع الحظر المفروض على الموالح المصرية. يذكر أنه تم إلغاء الحظر المفروض على الحاصلات الزراعية المصرية من قبل الكويت والأردن والإمارات والبحرين، وكذلك تم فتح أسواق جديدة للعنب المصري بالصين.